يا مساء الخير على كل متابعينا على اليوتيوب، معاكم احمد حلاوه ونشره اخبار الدراويش. لو اول مره تتابعنا ما تنساش تفعل الجرس وتعمل سبسكرايب للقناه وتتابع اخبار النادي الاسماعيلي اول باول ان شاء الله. عندنا اخبار كتيره قوي للنادي الاسماعيلي وتوابع هزيمه مباراه البيراميدز امبارح. كان في اجتماع لمجلس اداره النادي الاسماعيلي وقرر اربع قرارات، منهم اول قرار عوده سمير نصر للجنه التسويق ولجنة التعاقدات، لأن كان من كام يوم سمير نصر قدم استقالته بسبب بعض الخلافات اللي بينه وبين مجلس الإدارة، وإن مجلس الإدارة ما بيسمعلوش، وإن هو بينفس يعني في حاجات عنده عايز يطورها، لكن مجلس الإدارة نو كومنت. يعني أنا يعني مش متابع معاه ومديله قلة الاهتمام، فالطبيعي إن هو يعني بعد اللي حصل معاه كمان في يوم الشركة الألمانية اللي كانت موجودة بتاعت الأبلكيشن، فالطبيعي إن هو قال لك ستوب. فمجلس الإدارة منهم أربعة وافقوا بالعودة وثلاثة رفضوا عودة سمير النصر، فالإجماع إن سمير النصر يعود للنادي الإسماعيلي إن شاء الله. الخبر التاني بتاع سعد الجزيري، مجلس إدارة النادي الإسماعيلي بيكلف المحامي يطير إلى سويسرا للمحكمة الدولية ليعمل طعن على قرار الفيفا بوقف النادي الإسماعيلي من القيد وغرامة 600,000 دولار. شوتن أو أبيتون كده كده هندفع الغرامة، فالصح إن إحنا نقعد مع سعد الجزيري و نخلصها بالتراضي، لكن هتروح بقى المحكمه الرياضيه والجو ده كده هيتوقف وهنضيع وقت على الفاضي، فمالوش اي لازمه خالص. اتمنى ان يكون كلامي يكون غلط، بس ده اللي انا واثق فيه وده اللي انا اعرفه، يعني لان احنا مرينا بحاجات كتير قوي، النادي الاسماعيلي بالذات مر بحاجات زي كده، يعني لان المحكمه الدوليه او الفيفا مش هينصفك، يعني ده حقه ومش هيسيبه. الحاجه الثانيه بقى، النهارده برده في اجتماع مجلس الاداره قرروا بالاجماع ان يولوا احد اعضاء مجلس اداره النادي الاسماعيلي مشرفين على قطاع الناشئين ومدرسه الكوره بان هم يوفروا ملعب يليق باسم النادي الاسماعيلي وقطاع الناشئين. حاجه بقى مجلس الاداره هم ان هم كلفوا احد اعضاء مجلس الاداره باعاده هيكله الناشئين والمدربين اللي في قطاع الناشئين ورسم الصوره، عشان خاطر ان ده مصدر المستقبل للنادي الاسماعيلي. النهارده في مبادره للكابتن علي الغيط عاملها النهارده، اللي هو لعيبه القدامى للنادي الاسماعيلي يروح النهارده المران ويحس اللعيبه على اسم الكيان واللي احنا بنشوفه بقالنا سنين. يعني اولا المبادره دي هي حلوه وكل حاجه وعلى عيني وعلى راسي، بس انا كنت اتمنى